جاوب تربح برعاية رامي. مرحبا بكم في حصتكم جاوب تربح، مرحبا بكم معنا في المحلة التجارية فاميلي شوب اللي جايين في بليدة. كما العادة رانا دايما نعاودو نولو عندكم باش نربحكم باش نفرحكم. طبعا لازم جاوبونا جواب صحيح، سينو كيفاش راح نقدر نربحكم؟ رامي راهو معنا هنايا اليوم باش يعطيكم 500,000 لكل جواب تجاوبوه صحيح. تبعوني نشوفوا الأسئلة ونشوفوا الأجوبة. السلام عليكم. واش راكي مدام؟ لاباس؟ الحمد لله. مسك خير. واش خويا؟ لاباس الحمد لله. راكم معنا في حسن جواب تربح. سؤالنا يقول شكون هو الهداف تاع الفريق الوطني؟ الفريق الوطني تاع هادي تاع كلش تاع كلش. انا عندي غلطه عن طريق سجل عدد كبير من شكون سجل عدد كبير من الاهداف من الاستقلال لهنا؟ جو ني سي با. يعطيكم الصحة، الله يعيشك صحة. شكون هو الهدف تاع الفريق الوطني من الاستقلال لهنا؟ يعني هو شكون هو اللاعب يسجل أكبر هدف، أكبر عدد من الأهداف؟ ماجر يعطيكم الصحة. مساء الخير مدام. مساء الخير. واش راكي؟ لاباس باغا الحمد لله. الحمد لله. راكي معنا في حصة جواب تربح. ان شاء الله. ان شاء الله تربحي معنا. ان شاء الله. سؤالنا يقول من هو هداف الفريق الوطني؟ هداف الفريق الوطني سي تعديق باش نفهمك، باش ما تقوليش عنتر يحيى. سي تعديق اللي سجل اكثر عدد من الاهداف من الاستقلال لهنا. رباح ماجر؟ لا لا. زيد واحدة. زيد واحدة. زياني. زياني صغير. صغير زعما من الاستقلال لهنا. من الاستقلال. يعطيك الصحة مدام يعيشك. مساء الخير. مساء الخير. واش راكم؟ صافا؟ الحمد لله. راكم معنا في حس جواب تربح. الله يعيشك. ان شاء الله تربحوا معنا اليوم. سؤالنا يقول من هو هداف المنتخب الوطني من الاستقلال لهنا؟ استاذ شكون اللي سجل اكبر عدد من الاهداف؟ الاهداف قول برك من الاهداف. من الاستقلال لهنا. كاين واحد هو اللي سجل، مازال ما قدر حتى واحد يسجل لو نومبر اللي هو سجل لو غران بوتور. صافي كانوا كاينين بلوزيور مي هذاك اللي دار بزاف. لو غران بوتور ما كاش زوج، تادير ما كاش واحد الحق لهذاك لو نومبر باش يسبقوا. ما كاش يسبقوا يعني هو رقم قياسي. اي واحد في الجزائر برك. عبد الحفيظ التصاوت. تصفى. ماشي باللوني وماشي بالجاف. تصفى. قالت لك هو حاليا موجود في مع الفريق الوطني مع واسمو حيروزيتش. حيروزيتش هاي يعطيك كاع السي في تاعو. شحال من هدف سجل؟ هاي قالك سجل 35 ياك 35 هدف. 36 هدف. مبروك عليكم. الوغ هذا البون داشا في 500,000 تقدروا تشرو به كامل واش تحبوه هنا في المحل التجاري فاميلي. بصحتكم. يعطيك الصحة خويا. مشاهدينا هذه كانت الفائزة الأولى في حصتنا. اسمحوا لي باش نشوف السؤال الثاني والفائزة الثانية ولا الفائز الثاني.
مساء النور. صافا لاباس؟ صافا لاباس الله يعينكم نتوما. صافا الله غير الحمد لله. راكي معنا في حس جاوب تربح. مرحبا بكم. الله يعيشك. جوست شروق تي في. الله يبارك. جو لا كوني جو كوني توس. ربي يعيشك. الوغ نقول لك هذه تقولي لنا واش معناتها. Aucune idée. Pourtant, je suis une informaticien. Mais c'est normal. Le sens de chaque. Aucune idée. Je peux pas répondre. Désolée. Merci, madame. كونيكتي ايه بصح هاد الكلمه كيفاش هي مقسومه على زوج كل وحده واش معناتها انت وي في كونيكتي مع انسان يسمى بعيد عليك تكونيكتي معاه شو لا واش معناتها انت شي ديزولي ديزولي دي جي اس ام واش معناتها ديريكسيون جينيرال دو لا سورتي ناسيونال وي في واش معناتها هكا زعما فهمت والله غير حد اللي يسمح لي والله غير خمسة يعطيك الصحة خويا معرفة خير إن شاء الله الله يسلمك صحة الله يعيشك سؤالنا يقول واش معناتها كلمة وي في وي في من كذب بعدك وي في وي تسمع ايه؟ وي تسمع ايه؟ وي امي فيك هادو المشاهرين هادو الزوج وي في تمام ما على باليش لا ما يكتب عليك يعطيك الصحة الله يعيشك صح النور واش راكي صافا الحمد لله وانت والله غير الحمد لله راكي معنا في حس الجواب تربح ان شاء الله ان شاء الله تربحي معنا ان شاء الله ان شاء الله سؤالنا يقول واش معناتها كلمه واي فاي الشبكه اللاسلكيه واي فاي وي وي سيت وي لاست في دار ايوا انا لاست في دار ليست وي وي لاست في دار ليست هو تحسب هو معاها هو جاوب ما حبش برك يبان لا بالي ويرلس فيداليتي يعني الشبكه المخلصه الوفيه لو ريزو فيدال مبروك عليكم راكم ربحتوا معنا 500,000 معنا ومع رامي لو يصور فينا نروحوا له نروحوا للستون تاع رامي باش يمدوا لنا لو بون داشا تفضلوا بون داشا هذا فالابل 3 موا كونسومابل اون ليسون فوا سيتادير كل شهر يقدر يقعد عندك حتى ديسيدي بلا تشري به سينو لا بديتي تشري به اليوم ان شاء الله صحيتو يعطيك الصحة خويا مشاهدينا هذه كانت اخر فائزة في حصة اليوم استنوني في العدد الجاي راح نكون دائما هنايا معكم اون اتوندون تقدروا تعاودوا تشوفوا هذه الحصة ولا الحصص كامل اللي فاتوا في صفحتنا تاع الفيسبوك جاوب تربح ولا اليوتيوب جاوب تربح باي باي استنوني في العدد الجاي تستحق الثقة.